برنامج البيئة الوعي. هذا البرنامج الذي تعده لكم دائرة التوعية والإعلام البيئي في وزارة البيئة. ونشاهد بحلقتنا أهم الأخبار والفعاليات التي تقوم بها الوزارة، والبداية كالعادة من العناوين. ورشة عمل توعوية للإدارات العليا وأصحاب القرار عن وثيقة المساهمة الوطنية الخاصة بالتغيرات المناخية. دائرة التوعية والإعلام البيئي تنظم معرضاً للصور الفوتوغرافية عن الواقع البيئي على حدائق النافورة بمحافظة الموصل. كما ونشاهد في حلقتنا اليوم أهم الأنشطة الرقابية المهمة والفعاليات التوعوية لمديريات البيئة في العاصمة بغداد وبقية المحافظات. استقبل وزير البيئة المهندس نزار أميدي وزير الصحة صالح الحسناوي والوفد المرافق له بحضور الوكيل الإداري الدكتور كاميران علي حسن وعدد من المدراء العامين في الوزارة في مقر الوزارة. أميدي بيّن أنه تم خلال الاجتماع التباحث حول آفاق التعاون المشترك في مجال علاج مرضى السرطان وسبل توفير وسائل الأمان للعاملين في مجال الإشعاع المؤين والسلامة البيئية، مؤكدا أن الوزارتين هما فريق واحد هدفه خدمة المواطن سواء بتوفير سبل العلاج أو المحافظة على سلامته من أخطار التعرض لمخاطر الإشعاع. من جانبه أشار وزير الصحة دكتور صالح الحسناوي أنه تم مناقشة سبل الاستفادة وبحضور الخبراء من تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الخاص بعلاج مرضى السرطان في العراق والرأي الفني لخبير الوكالة الوارد في التقرير بخصوص المعجلات الخطية الجديدة المؤمل تجهيزها لمستشفى الأمل لعلاج السرطان. وزير البيئة يلتقي الأمين العام المساعد للأمم المتحدة UNDP. التقى وزير البيئة المهندس نزار أميدي اليوم في مبنى الوزارة الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية UNDP السيد عبدالله الدردري والوفد المرافق له. أميدي أشاد خلال اللقاء بدعم المنظمة للملف البيئي للمساهمة في إيجاد معالجات آنية ومستقبلية لأهم التحديات البيئية والإعداد لحزمة من المشاريع البيئية التي تؤثر إيجاباً على الوضع المناخي في العراق وتعزيز قدرات الوزارة في مجال بناء القدرات الوطنية. من جانبه أكد السيد الدردري أهمية توسيع أوجه العمل المشترك القائمة والمستقبلية وسبل تعزيز التعاون والتنسيق في مجال حماية البيئة ودعم آليات الوصول إلى التمويلات الدولية لمواجهة آثار التغير المناخي وغيرها من القضايا البيئية. أكد وزير البيئة المهندس نزار أميدي أن الحكومة تولي اهتماماً بالغاً بالقطاع البيئي في البلاد وخاصة فيما يتعلق بموضوع التغيرات المناخية وتعزيز مفاهيم العمل المناخي وتخفيف الانبعاثات وتنفيذ خطة التكيف الوطنية. جاء ذلك خلال اجتماع وزير البيئة بمحافظ بابل وسام أصلان في ديوان المحافظة بحضور نائب المحافظ لشؤون التخطيط فلاح حسن ومدير عام الدائرة الفنية في وزارة البيئة الدكتور نجلة الوائلي ومدير مديرية البيئة الحضرية متنى سلومي والمكلف بأعمال مدير عام بيئة الفرات الأوسط مؤيد عبد الواحد لبحث أهم الملفات البيئية وأهمية تحسين الواقع البيئي وفي مختلف
مختلف المستويات في المحافظة. من جانبه أشار محافظ بابل وسام أصلان إلى أن الحكومة المحلية تعمل على تحقيق أعلى معايير حماية وتحسين الواقع البيئي وفي مختلف المستويات، وإيجاد الحلول العاجلة لأهم المشاكل التي تواجهها الأنشطة والفعاليات لضمان السلامة البيئية. وزير البيئة يزور محطة معالجة الصرف الصحي الجديدة في بابل. قام وزير البيئة المهندس نزار آميدي والوفد المرافق له بزيارة تفقدية لمشروع تنفيذ محطة معالجة مياه الصرف الصحي الجديدة في منطقة المعاميرة بمحافظة بابل، وتم خلال الزيارة الاطلاع على مراحل معالجة مياه الصرف الصحي من خلال الشرح الذي قدمه مدير مجاري بابل لآلية عمل المحطة والتعرف على الوحدات المهمة والاطلاع على أجزاء المحطة من وحدة المعالجة الابتدائية والثانوية ووحدة المعالجة الرئيسة وأهم الفحوصات المختبرية التي تجري داخل المحطة. وشدد وزير البيئة خلال الزيارة على ضرورة إنشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحي قبل تصريفها إلى الأنهار أو روافدها والاستفادة منها مجددا في الزراعة والصناعة بما يحفظ المصادر المائية في البلاد، خاصة وأن العالم يتجه اليوم إلى تدعيم الجهود الرامية إلى حفظ المياه من الهدر والتلوث الذي تتعرض له. أكد وزير البيئة المهندس نزار أميدي لمتولي العتبات الحسينية المباركة سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي، حيث بيّن أن تجربة العتبات المقدسة تجربة نجاح وجهد وطني مميز يتماشى مع التزامات العراق الدولية فيما يتعلق بتطبيق مفاهيم التنمية المستدامة واستخدام الطاقات البديلة، مثمنا الإنجازات المهمة للعتبات المقدسة المنبثقة من توجيهات المرجعيات الدينية والجهود العلمية والتوعوية الرشيدة الكبيرة في تعزيز المفاهيم البيئية والتنمية المستدامة للارتقاء بالعمل البيئي. وفي سياق ذاته زار وزير البيئة المهندس نزار أميدي وضمن جولته التفقدية للدوائر والمديريات التابعة للوزارة مديرية بيئة كربلاء المقدسة للاطلاع على سير العمل والمهام والواجبات في المديرية. ووجه أميدي أثناء زيارته بضرورة الإسراع في تذليل العقبات الفنية والإدارية والمالية التي تعترض سير الأعمال لخلق بيئة آمنة. اهتمام حكومي كبير في دعم المشاريع المهمة خصوصا في موضوعة التغيرات المناخية ومشاريع التخفيف والتكيف، إضافة إلى الأمن المائي والغذائي والتحول التدريجي نحو الطاقات المتجددة. هذا ما أكده وزير البيئة خلال لقائه محافظ كربلاء المقدس نصيف الخطابي في مقر المحافظة. أميدي بيّن أهمية أن تكون القضايا البيئية وملف التغيرات المناخية في الصدارة لكل مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن الوزارات المعنية والمحافظات تنتهج رؤية جديدة تنسجم مع خطة التكيف الوطنية الخاصة بالتغير المناخي. من جانبه أشار محافظ كربلاء نصيف الخطابي إلى أن الحكومة المحلية تعمل على تحقيق أعلى معايير حماية وتحسين الواقع البيئي وفي مختلف المستويات. علينا جميعا حماية البيئة يدا بيد لبيئة أجمل وأنقى. ورشة توعوية عقدتها وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة التخطيط للإدارات العليا تحت عنوان وثيقة المساهمة الوطنية الخاصة بالتغيرات المناخية ومساهمات الجهات ذات العلاقة. تفاصيل أكثر من خلال التقرير الآتي فنتابع. متشائمين، لكن حقيقة ما نقدمه هو مرض. ورشة عمل توعوية للإدارات العليا وأصحاب القرار عن وثيقة المساهمة الوطنية الخاصة بالتغيرات المناخية، تنفيذاً لخطة التوعية الوطنية التي وجه بها وزير البيئة المهندس نزار آميدي بالتعاون مع وزارة التخطيط. هذه الورش طبعاً بالتأكيد تلقي الضوء على مجمل وأولويات التحديات البيئية وجهود العراق في اتخاذ إجراءات فاعلة على الأرض لمواجهتها، ونحن نعتقد بأن موضوع التغير المناخي وتشاركنا وزارة التخطيط هذا الهم بأنه هو تحدي جدي
يؤثر بشكل كبير على كل مفاصل الحياة ويمكن له تأثيرات مستقبلية على أجيالنا القادمة. حقيقة هذه الورشة تعتبر الأولى التي تنفذها دائرة التوعية والإعلام البيئي مع مكتب السيد الوكيل الفني في وزارة التخطيط ضمن الخطة التوعوية الوطنية التي أقرها السيد وزير البيئة المهندس نزار أميدي، والتي تستهدف جميع وزارات الدولة العراقية لتوعية الإدارات العليا في الوزارات والمحافظات حول مفاهيم وثيقة المساهمات الوطنية وما هي الأدوار المطلوبة لتلك الوزارات والمحافظات في تنفيذ الخطى الصحيحة والمشاريع والبرامج التي ترتئيها الحكومة الاتحادية في مواجهة التغير المناخي. البرنامج الحكومي البيئي الحالي هو رسالة اهتمام استثنائية من الحكومة لمواجهة تحديات التغيرات المناخية، ورسالة إلى المجتمع الدولي والمنظمات لدعم جهود الحكومة العراقية، وأن تنفيذ ما جاء في وثيقة المساهمة الوطنية NDC والتي تعد وثيقة طموحة تمثل السياسة العليا للعمل في مجال تغير المناخ، إذ ترسم الطريق نحو المزيد من استخدامات الطاقات المتجددة والآليات النظيفة لتكون هذه الوثيقة دستور العمل المناخي في العراق والأساس في الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر المستدام، إضافة إلى كونها سترسم الطريق نحو المزيد من استخدامات الطاقات المتجددة. طلبنا أن نكون الوزارة الأولى وأن يشارك فريقنا بأعلى المستويات في الوقوف على هذه الوثيقة والوقوف على كل مجمل موضوع البيئة والتغيرات المناخية، لما ليعكس اهتمام كبير من أعلى سلطة في هذه الوزارة. وزارة التخطيط عليها مسؤولية كبيرة في هذا الإطار بوصفها الجهة المعنية برسم السياسات ووضع الخطط وتوفير التخصيصات المالية المطلوبة لمشاريع مواجهة التحديات والتغيرات المناخية التي يشهدها العالم والعراق. وزارة التخطيط داعمة لجميع الجهود بموضوع البيئة والتغيرات المناخية والتي تبنتها في خططها واستراتيجياتها، داعمة إلى توحيد الجهود على المستوى الوطني لرسم مسار واضح يحتوي التغيرات المناخية وكيفية التصدي لها، والسعي إلى رفع مستوى الوعي بشأن مخاطرها الحالية والمستقبلية. قال تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي، صدق الله العظيم. غسل الأواني. غسلك للأواني والحنفية مفتوحة يستهلك 3 أضعاف الكمية فيما غسلتهم في حوض أو وعاء به ماء، لذلك يجدر بك غسل الأواني في وعاء. غسل اليدين. ترك الحنفية مفتوحة عند غسل اليدين بالصابون أو الانشغال في الحديث مع شخص آخر يذهب الماء هدراً، فأنت لا تستفيد إلا 10% من الماء، لهذا يجب غلق الحنفية أثناء غسل اليدين. الاستحمام. استحمامك لفترات طويلة والتي قد تصل إلى 40 دقيقة تستهلك أكثر من 300 لتر من الماء بما يعادل 0.25 برميل، بينما لو قللت فترة الاستحمام إلى 10 دقائق فإنك تستهلك 70 لترا فقط. غسل السيارة. غسلك لسيارتك بخرطوم الماء يمكن أن يستهلك ما يصل إلى 200 لتر من الماء في 0.25 ساعة فقط، وعليه يمكن استخدام دلو الماء أو الرشاش الموفر لغسل السيارة، وهنالك طرق أخرى للحفاظ على الماء ومنها إصلاح التسريبات، غسل الملابس دفعة واحدة بدلاً من غسلها كل يوم أو يومين، ري المزروعات بدلو الماء، تفقد البراميل والخزانات. سلوكنا حضارة، بيئتنا اهتمام، لنحافظ عليها سليمة ونظيفة. فريق من دائرة التوعية والإعلام البيئي في وزارة البيئة ينظم معرضاً للصور الفوتوغرافية وأفلاماً توعوية عن التغيرات المناخية على حدائق النافورة، وهذا بمحافظة الموصل. تفاصيل كثيرة أكيد سنتعرف عليها سوياً من خلال التقرير الآتي، فلنتابع. من أجل النهوض بالواقع البيئي في البلاد، نظم فريق من دائرة التوعية والإعلام البيئي في وزارة البيئة
وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني معرضاً للصور الفوتوغرافية البيئية وأفلاماً توعوية عرضت عبر الشاشات في حدائق النافورة بمحافظة نينوى التي عملت بلدية الموصل على إدامتها مؤخراً. أشكر جهود وزارة البيئة على إقامة هالشكل مهرجان على حدائق متنزه الموصل التابع لمديرية بلدية الموصل من أجل توعية المواطنين للحفاظ على النظافة والتلوث البيئي والحفاظ على الممتلكات العامة الموجودة حاليا في مدينة الموصل الحبيبة. كما نشكر أيضا مؤسسة إيداع لحقوق الإنسان من أجل إنجاح مثل هالشكل مهرجان. يعني اليوم احنا بجولة بمعرض الذي أقامته وزارة البيئة قسم الإعلام التوعية وإعلام البيئي بالتعاون مع بيئة نينوى وبلدية موصل ومؤسسة الإبداع لحقوق الإنسان التي احتضنت معرض بعرض الصور والفوتوغرافي وحملات توعية حول سوء استخدام الماء وهدر المياه وإضافة إلى التشجيع بحملات التجير والنظافة البيئية. العوائل الموصلية المتواجدة في المكان أشادوا بتلك الفعاليات لكونها تسهم في تعزيز ونشر الثقافة البيئية بين كافة شرائح المجتمع. عن هذه الخطوة الفعالة الجيدة لوزارة البيئة، عملية المحافظة على البيئة هي عملية واجب وطني وإنساني لكل مواطن، يجب المحافظة على البيئة، يعني مثلا عدم رمي النفايات في الأنهار، المحافظة على البيئة. وإحنا يعني هاي البرنامج اللي وضعته وزارة البيئة دائرة التوعية شيء جيد، وضعته الآن في مدينة الموصل في منطقة النافورة الراقصة في الجانب الأيمن. تطور ما متوقع، يعني التطور حلو، يعني الواحد أهم شيء يحافظ على النظافة وعلى المنظر الحلو الموصل، خاصة يعني مرينا بمعاناة حيل يعني كبيرة وشفنا يعني أيام صعبة، فواحد يحافظ على رأي النظافة أحلى يعني طبعا. وتنفذ وزارة البيئة العراقية بين مدة وأخرى عددا من الحملات التوعوية خاصة في المناسبات الدينية والأعياد لاستثمار الأعداد الكبيرة من الجمهور المتوافد على هذه الحدائق والوصول إلى الهدف المنشود. بيئة سليمة، إنسان ينبض صحة وحياة. الآن أحبتي المشاهدين ننتقل سويا لمتابعة الحقيبة الأخبارية التي تضم في جعبتها أهم الأخبار وأهم الفعاليات والنشاطات لمديريات البيئة في بغداد وبقية المحافظات، فإلى هناك. أكدت مديرية بيئة واسط على تنظيم وتنسيق رحلات توعوية مع منظمات المجتمع المدني في مجال التغيرات المناخية ومنع الصيد الجائري والحفاظ على المصادر المائية. وبيّن مدير بيئة واسط صباح عباس فليح أنه تم تنظيم رحلة لمنظمات المجتمع المدني إلى محمية هور الدلمج، الهدف منها اطلاع منظمات المجتمع المدني في المحافظة على أهمية محمية هور الدلمج والذي يسخر بالتنوع الإحيائي، مشيرا إلى قيام الفريق البيئي لاطلاع منظمات المجتمع المدني على معالم هور الدلمج من خلال الجولة في الزوارق، حيث تم اطلاعهم على الطيور وأنواعها وكذلك الأسماك التي تعيش في الهور والنباتات المائية. أجرى فريق الرقابي من وزارة البيئة الدائرة الفنية وشعبة البيئة في قضاء الهندية كشفاً بيئياً عن محطات معالجة مياه الصرف الصحي في قضاء الهندية لمعرفة مدى التزامها بالشروط والمحددات البيئية. مدير بيئة كربلاء حامد عبيد بيّن أن الكشوفات جاءت لمعرفة آلية المعالجة ومراحلها ومدى مطابقة المياه الناتجة من المعالجة لنظام صيانة الأنهر والمياه العمومية، وذلك للحد من التلوث، فضلاً عن أن الفريق قام بمراقبة الأحواض الخاصة بمرافقة العاملين في إدارة المحطات. أجرى فريق فني من مديرية بيئة بغداد كشوفات بيئية على محطة تعبئة وقود أبو خليل المشيدة في منطقة حي الجامعة،
وعلى إثر شكوى واردة من مديرية ناحية المنصور بخصوص المخاوف من وجود خزان كبير ملاصق لدار سكني مع وجود مولد للتيار الكهربائي تؤدي إلى انبعاث روائح. وقال مدير بيئة بغداد صادق حاتم عبود أنه تم خلال الكشف ملاحظة أن المحطة مغلقة ومتوقفة عن العمل لحين استكمال إجراءات تجديد عقد المحطة، وهي مخصصة لتجهيز وقود البنزين العادي فقط، إضافة إلى عدم استخدام مولد الطوارئ لتوقف عمل المحطة. أما الخزان فلوحظ أنه فارغ وهو مخصص لخزن المياه للحالات الطارئة ضمن منظومة الإطفاء. أجرت الفرق الرقابية في مديرية بيئة الأنبار جولات تفتيشية ورقابية على محل القصابة ضمن أسواق الرمادي لتلافي انتشار مرض الحمى النسفية. وقال مدير بيئة الأنبار قيس ناجح أن لجنة المتابعة المكلفة من قبل قائمية قضاء الرمادي وبالتعاون مع دائرة صحة الأنبار ودائرة البيطرة في المحافظة أجرت الجولات الميدانية الخاصة بمتابعة أصحاب محل القصابة من أجل تلافي انتشار مرض الحمى النسفية، مؤكداً على أصحاب المحال بضرورة الذبح داخل المجزرة الحكومية مع ضرورة وجود الأختام التابعة للصحة والبيطرة. قام فريق من وحدة التنوع الإحيائي شعبة النظم البيئية الطبيعية بإجراء جولة ميدانية إلى محمية بحر النجف للإطلاع على واقع التنوع الإحيائي في المحمية الطبيعية. وأكد مدير بيئة النجف عادل محمد الجبوري على ضرورة تعزيز التعاون المشترك بين الدوائر ذات العلاقة ومنظمات المجتمع المدني أيضاً للحد من ظاهرة الصيد الجائر في المحافظة، مبيناً أن محمية بحر النجف تعتبر معلماً طبيعياً وصرحاً ثقافياً وتاريخياً وكنزاً تراثياً غنياً بالتنوع الإحيائي الذي يجب المحافظة عليه ومنع عمليات الصيد الجائر لما له من تأثير سلبي على البيئة. تستمر مديرية بيئة ميسان بتنفيذ حملات التوعية البيئية والصحية في عدد من مناطق مدينة العمارة لحث المواطنين على اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لعدم حدوث إصابات بمرض الكوليرا في المحافظة. وقال مدير بيئة ميسان باسم محمد حبين أن الحملة استهدفت عدداً من المواطنين والباعة في المناطق السكنية والأسواق العامة في مركز مدينة العمارة لتوعيتهم بالمرض وأعراضه، مشيراً إلى ضرورة تنقية وتنعيم مياه الشرب وعدم تناول المشروبات والأطعمة المكشوفة وغير المغطاة وضرورة مراجعة المراكز والمؤسسات الصحية في حال الشعور بأية أعراض مرضية بالكوليرا لتفادي حدوث إصابات في المحافظة. هواؤك، ماؤك، أرضك ملكك، حافظ عليها من التلوث. وبهذا أحبتي المشاهدين نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، ألتقيكم الأسبوع المقبل بمهام جديدة وأخبار جديدة لوزارة البيئة، إلى اللقاء.